الساعة تشير لحدود 7 صباحا على مياه شاطئ ترقى بعين تيموشنت. ينطلق هذا القارب التقليدي وفي أجواء جد باردة في رحلة الصيد. مهلا، البحار هنا ليس رجلا وإنما امرأة، هي خالتي يمينة التي فاق عمرها 52 عاما، رفقة ابنها الشاب. مولا داري مات من عندها 2 درك، مين مات ما خلاليش لاتريت، خلاني مغبونة. شريت بوطي هذا الولدي ورانا نخدمو به، كان نهار كاين ولادي نهار ما كانش، الحمد لله. احنا مهم هذاك اللي صوروا يجيبوا سكر قهوة زيت، الحمد لله. امور سكسوتنا حرفتنا البحر، حنا كون ما نخدموش ما ناكلوش، خضرات كاين خضرات ما كانش، والحمد لله بك يا ربي اللي كتبها لنا ربي نقبلوه. وانا خدام على عائله، ما عندي لا شهريه لا والو، عندي 550 نخلصها في البلديه. شراسه القدر صنعت بين خالتي يمينة وبين البحر قصة عشق تمتد لأزيد من 25 سنة، وكلها قناعة بما يجود عليها البحر من سمك قد يمدها مؤونة تعيل عائلتها وقد يحرمها في أيام أخرى. أنا طالب الدولة تشوف فينا، ديرنا حل، خاطر هذا الحل تاعش ديرنا بور. أنا حقي عندي 54 عام، عشان إيش ما عشت هذه 54؟ طالبة ديروا لي الكواغط على هذه السكنة، أنا ما قدش نعيش في المدينة بيا بالعائلة تاعي، أنا زدت في البحر، كبرت في البحر، تنويت في البحر. وثائق لسكن يأويها وراتب تقاعد يصون كرامتها ويحفظ مستقبل عائلتها هو حلم هذه الإمرأة التي تأبى أن تترك البحر يوما. إمرأة صنعت الاستثناء فكانت بألف رجل.